بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره وهداه. أما بعد، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. صحيح انقضى شهر رمضان وانقضى شهر الصيام، لكن جاء العيد بفرحه وسروره وأنسه وسعادته، ولا بد للعمل أن يستمر بعد رمضان. الطاعة، العبادة، انشغل الناس في شهر رمضان بقيام الليل، بالصيام، قراءة القرآن، بالصدقة، سائر العبادات وسائر الأعمال، ابتعدوا عن المعاصي والذنوب وإن صغرت، وهذا الذي يجب أن يكون عليه الإنسان بعد رمضان، أن يبتعد عن المعاصي والذنوب، أن يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. حتى لو كانت هذه الذنوب صغيرة وقليلة، لابد الإنسان أن يبتعد عنها. والعبد المسلم لا ينظر إلى صغر المعصية، ولكن ينظر إلى عظمة من يعصي، وهو الله سبحانه وتعالى. تفكر وتذكر بأنك تعصي الله عز وجل بنعم الله سبحانه وتعالى عليك. هذه النعم التي أكرمك الله عز وجل بها، لابد أن تشكر الله عز وجل بها في رمضان وفي غير رمضان. وكما قلت، العبد المسلم لا يستصغر المعصية ولا يحتقر صغر الذنب، إنما عليه أن يبتعد عن الذنوب والمعاصي مهما صغر حجمها. بعض الناس يتساهل في موضوع الغيبة والنميمة وظلم الناس والتعدي على حقوق الناس، وربما يتساهل البعض في موضوع الربا. الربا اليوم استهان به بعض الناس، ويقول ويتحجج مستقبل العيال وأبني مستقبلهم، وربما أفارق هذه الدنيا وليس عندهم بيت فأنا أبني مستقبلهم. أتبني مستقبلهم بما يغضب الله عز وجل، وتبني مستقبلهم بالحرام وبما حرم الله سبحانه وتعالى؟ إنما عليك أن تبني مستقبل العيال بطاعة الله عز وجل، تربيهم على الصلاح، على الخير، على الطاعة، على المحافظة على الصلاة. لا تستهين بالربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: درهم ربا يأكله الرجل أشد علي من 36 زنية، وأدناها أن يزني الرجل بأمه. وعقوبة الربا ورد فيها نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، فيها وعيد شديد وفيها عذاب أليم يوم القيامة. فعلى المسلم أن يخشى الله عز وجل، وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يتمسك بما عند الله عز وجل من الطاعة والعبادة. لابد أن تتغير حياتك، وأن تكون حياتك بعد رمضان غير التي هي كانت قبل رمضان. ربما تكون على معصية من المعاصي قبل رمضان، فلابد أن تقلع عنها وتستمر على هذا البعد بعد رمضان. وأول هذه الأمور التي يجب أن تحافظ عليها بعد شهر الصيام في العيد وبعد العيد وطوال السنة، المحافظة على صلاة الجماعة. حافظ على صلاة الجماعة، لا تؤخر صلاة الجماعة عن وقتها، ولا تؤخرين صلاة الجماعة عن وقتها أختي المسلمة. بعض الناس يضع المنبه لصلاة الفجر وقت الدوام، وقت ذهابه للعمل، أصبح العمل أهم من الصلاة، مع أن بركة الإنسان في محافظته على صلاة الجماعة. ابدأ يومك بصلاة الجماعة، بصلاة الفجر، بالمحافظة عليها. صل الفجر على وقتها، حافظ على هذه الصلاة في وقتها، لا تؤخر الصلاة. لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الجماعة وأن يؤخر صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، فيه وعيد شديد. فعلى المسلم أن يحافظ على الصلاة على وقتها.
التزم بالصلوات الخمس في المسجد، صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، حافظ على هذه الصلوات، والله سوف تسعد في حياتك، سوف تسعد في يومك عندما تحافظ على الصلاة في جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال، أي تسعد هذه النفس بالمحافظة على الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر وجاءه أمر يقلقه ويحزنه يصلي ويحافظ على الصلاة ويفزع إلى الصلاة ويتمسك بهذه الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا لابد أن نحافظ على صلاتنا، أن نربي أبناءنا على الصلاة، أن نشجع أبناءنا حتى الصغار على الصلاة، أن يحافظوا على الصلاة، خاصة إذا وصلوا سن التمييز 7 سنوات 8 سنوات، لابد أن نربيهم على المحافظة على الصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، لنعلم أبناءنا، نربيهم على الصلاة. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن يستمر الإنسان فيها بعد شهر رمضان قراءة القرآن الكريم. قراءة القرآن، القرآن نور، القرآن سعادة، القرآن إعمار للقلوب بطاعة الله وبذكر الله سبحانه وتعالى. أعظم الذكر القرآن الكريم. عندما تقرأ كلام الله عز وجل، ربما الإنسان حافظ على ختمة ختمتين في شهر رمضان، للأسف بعض الناس بعد شهر رمضان عندما يأتي العيد وبعد العيد طوال السنة ما يقرأ إلا شيء يسير من كتاب الله عز وجل ومن القرآن الكريم. اجعل لنفسك ورد تقرأه من القرآن الكريم في يومك، لا تجعل فضائل الأوقات للقرآن الكريم، اجعل لك وقت تقرأ فيه كتاب الله عز وجل. أنت عندك في اليوم 1440 دقيقة، ما تستطيع تجعل منها 25 دقيقة لقراءة جزء من كلام الله عز وجل. عندما تقرأ القرآن اجعل نيتك التدبر والخشوع والتأمل والتفكر في كلام الله عز وجل. عندما تسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنك. عندما تقرأ القرآن اقرأ القرآن بنية الشفاء وذهاب الهموم والغموم، والله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. عندك هم، عندك غم، عندك مرض، فيك عين، إلجأ إلى الله عز وجل واستعن بالله سبحانه وتعالى واقرأ القرآن، فيه شفاء للناس. عندما تقرأ كلام الله عز وجل اقرأ ونيتك أنك ترفع حسناتك وترفع درجاتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، حسنات بالملايين، فلا تفوتها في دقائق ربما تذهب هكذا دون فائدة، إنما عليك أن تقرأ القرآن. ربما يدخل الإنسان المسجد ويقول: باقي 3 دقائق عن الإقامة، ما في وقت أني أقرأ القرآن. اقرأ القرآن، في دقيقتين تستطيع أن تقرأ صفحة من كتاب الله عز وجل وتكسب من خلالها 5000 حسنة من خلال صفحة من القرآن الكريم. إذن لنحافظ على قراءة القرآن ولنتدبر كلام الله عز وجل ولنخصص لنا وقت لقراءة القرآن في يومنا الذي نعيش فيه. كذلك من الأعمال التي ينبغي للإنسان يحرص عليها بعد شهر الصيام صيام النوافل 3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، صيام يوم عاشوراء، يوم عرفة. هذه سنن حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأعمال الصدقة، صلة الرحم، بر الوالدين، قضاء حاجات الناس، الصدقة. ما نقص مال من صدقة، استمر في الصدقة. ليست الصدقة فقط في رمضان، في رمضان وغير رمضان.
اجعل لك على الأقل في الأسبوع يوم تتصدق فيه، تصدق يوم في الأسبوع، يوم في الشهر، المهم أن يكون هناك عندك عمل مستمر. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، استمر في الصدقة. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تجعل الإنسان في سعادة وفي أنس، لأنه يساعد المسكين ويساعد الفقير ويساعد المحتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أنفعها، أحب الناس إلى الله أن من كان في نفع الناس ومن يقضي حاجات الناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ربما قضاء حاجتك لهذا الشخص لا تكلف الإنسان دفع مصاريف أو دفع مبلغ، وربما اتصال منك، تتصل على مسؤول، تتصل على وزير، تتصل على مدير، وتقضي حاجة هذا الشخص. اقضي حاجات الناس وأسعد الناس، وربما يكون من غير مشقة، من غير تعب، ومن غير تكلفة. المهم أن تسعد الناس وتقضي حاجات الناس. أختم حديثي أيها الإخوة والأخوات، عليك أن تعمر وقتك بما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن نعمر هذه الأوقات بالطاعة، بالعبادة، كما كنا نعمل في رمضان نعمل في أيام السنة كلها: قراءة قرآن، صيام نوافل، المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد، الصدقة، ذكر الله عز وجل. أعمر بيتك بذكر الله عز وجل. اليوم الناس تشتكي من الهم والغم والضيق والمشاكل، مشاكل أسرية، مشاكل زوجية، مشاكل بين الأب وأولاده. أعمر بيتك بذكر الله عز وجل. عندما تدخل البيت قل بسم الله، أكثر من ذكر الله عز وجل. اقرأ القرآن داخل البيت، اقرأ سورة البقرة داخل البيت، أكثر من ذكر الله عز وجل. حافظ على أذكار الصباح، على أذكار المساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يثبتنا على الحق والدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.